الحلقه النهارده برعايه الحبايبي اللي موجودين على الصفحه. نزلت بوست من كام يوم كده قلت لهم ما تيجوا نعمل حلقه عن البهارات في البرنامج، فلقيت بقى ايه في يعني الكومنت ده خد اعتقد 1500 لايك، فكان في يعني تفاعل عليه حلو جدا، البوست كان عليه تفاعل وكان في افاده كده، يعني الناس كانت بتفيد بعض، واحده مثلا تكتب لا نوع التوابل ده احلى، لا ده مش عارفه ايه احلى، فكان في رغي كتير في البوست، فكانت حاجه حلوه جدا. هنعمل مع بعض التوابل عشان تطلعي الاكل بتاعك زي بتاع بره، التوابل هي اساس الاكل، بس ما تزيدش عن حدها. زمان يعني مامتي وجدتي ما كانش في عندهم غير ملح وفلفل وكمون وكزبره وكان الله بالسر عليم، لكن احنا يعني الجيل بتاعنا ده لا، يعني تطور شويه بقى، في بابريكا وفي بصل باودر وتوم باودر وفي زعتر وجنزبيل وحاجات كتيره جدا. هنعمل ميكس لكل نوع توابل، خلاص انت هتشيليه ويطلع معاكي زي الفل، يقعد معاكي بالشهور مش هيجرى له اي حاجه. هنقول كمان طريقه الحفظ عشان دي يعني تكه مهمه جدا. تعالوا نسمي بالله ونشوف ايه التوابل معايا. نوع توابل مختلف جدا، يعني يمكن لو جربتيه هتحسي باختلاف تام في طعم التسبيكه. تسبيكه للمحشي، تسبيكه هتاخدي منه حبه صغننين خالص للمحشي، تسبيكه طماطم اللي هي صلصه طماطم سواء لمكرونه او عايز تعمليها اللحمه مع الصاجه، عندي تقدري كمان تعمليها للطبيخ، يعني تاخدي منها معلقه على الطبيخ ولا هتحطي اي حاجه غير شويه ملح، يعني تاخدي معلقه صغيره من توابل التسبيكه مع شويه الملح، بقى عندي احلى طعم تسبيكه في الدنيا. فالموضوع يعني مشوق ان انتوا تشوفوا النهارده ان شاء الله تكملوا الحلقه للاخر. تعالوا نشوف توابل التسبيكه مقاديرها عباره عن ايه. طبعا يعني ربنا يستر ما يعطس بقى وايه ويتبهدل من كميه التوابل دي. معايا جنزبيل، دي توابل تسبيكه، هو استاذ نرفع الورقه شويه. عندي جنزبيل، عندي كركم، عندي بابريكا، عندي قرنفل، عندي جوزه الطيب. المقدار الوحيد اللي هو اقل حاجه عندي هي جوزه الطيب طبعا عشان يعني ما يبقاش الموضوع حامي قوي او قوي، واللي عندي كتير البابريكا، بما اني بعمل توابل تسبيكه يعني حاجه بطماطم فبالتالي لازم ان انا اكتر الحاجه الحمراء، تمام كده؟ يبقى عندي اول حاجه اللي هي زيتونه الحلقه كلها او البيك بوس هي توابل التسبيكه. توابل الشوي، تشوي فراخ، تشوي لحم، تشوي سمك، والله ما هتقول لا مع ان احنا عاملين بهارات سمك بس برضو بتبقى لطيفه. اي حاجه عايز تشويها حطي عليها معلقه كبيره من التتبيله دي، كوبايه زبادي وشويه زيت وبس كده، ما عنديش اي حاجه ثانيه، تاكلي احلى طعم مشويات في الدنيا. عندي بابريكا، عندي كمون، عندي كزبره جافه، عندي سماق، عندي فلفل اسود وزعتر. هنقول طبعا ايه يعني انتوا شايفين المقدار متساوي، عندي مثلا معلقه كبيره اهي توابل الشوي، معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره كزبره ناشفه، سماق، فلفل اسود وزعتر. هنزود الملح على التتبيله دي، وقت التسويه هتاخدي معلقه كبيره كوبايه زبادي او نص كوبايه لبن رايب، شويه زيت وبس، خلاص تاكلي احلى فراخ مشويه. توابل الكفته برضه هناخد منها معلقه كبيره على النص كيلو او حوالي مثلا 600 جرام، يطلع معايا احلى كفته حياتي مع طبعا باقي المكونات اللي احنا متعودين عليها. طيب توابل الكفته بتقول ايه؟ عندي فلفل اسود، عندي كباب صيني، عندي بقدونس مجفف، هقول لكم ازاي نجففه لو مش متاح عندك يعني تجيبيه من السوبر ماركت، هو موجود مغلف على فكره بس هو سهل جدا ما فيش حاجه صعبه. زعتر، جنزبيل، كزبره ناشفه، حبهان مطحون، بصل باودر. تمام، مش هحط توم، يعني كفته الشوي ممكن تحطي سن التوم فريش لو عايزه، تحطي باودر برضو اختياري بس انا بحب البصل قوي فيها. بهارات السمك، البهارات دي بقى عايزه تتبلي جمبري، زودي معلقه من البهارات دي مع شويه مستردة وعصره ليمون وبس خلاص، ولا تحطي بقى 100 نوع توابل، فالموضوع يعني طالع طعمه حلو قوي. عندي كركم، هي فين بهارات اهي اللي هناك، عندي كركم نرفعها لكم كده شويه عشان ايه ندى تعبت في الطباعه والتقطيع والتلزيق والكلام ده كله. عندي كركم، عندي كزبره ناشفه، عندي كمون، كرفس مجفف، وده بقى طعمه خطير فوق الوصف مع التتبيله دي، يعني بيبقى بجد وهمي. عندي ايه تاني؟ بقدونس مجفف، شبت مجفف، وحبوب الخردل مطحون. طب ايه هي حبوب الخردل دي؟ اللي هي بتعملها المسترد، موجوده عند اي عطار، اللي عايزه حبوب خردل لو انت عايزه تطحنيها عندك في المطحنه اطحنيها، مش عايزه خلاص يبقى اطحنيها انت في البيت، اللي هي دي بتدي طعم للتوابل رهيب، يعني ريحته اصلا خطيره. وتوم باودر، تمام. يبقى دي عندي ايه؟ مقادير بهارات السمك، مقادير النهارده كتير بس يعني سهل. بهارات الشاورما، شاورما لحمه، شاورما فراخ، شاورما مصري، شاورما سوري، شاورما اي نوع شاورما حطي منه معلقه كبيره على فراخ لحمه سمك هتطلع معاكي خطيره. كمون، توم باودر، كزبره مطحونه، بابريكا، جنزبيل، كركم، فلفل اسود، سنه قرفه او شعره قرفه، وشط. تمام، اهو الموضوع ماشي عندي واحده واحده اهو،
ويعني الريح مش قادره اقول لكم عامله ازاي في البلاتو. طيب يبقى قلنا كده احنا كده خلصنا الخمس، هم اربعه ولا خمسه؟ هم خمسه المفروض. طيب احنا قلنا فاضل ايه؟ توابل الكفته. قلنا ما قلناش توابل الكفته ولا قلنا توابل الكفته؟ لا ما قلناش توابل الكفته، قلناها احنا قلنا كده الخمسه. طيب يلا بينا. عندي بقى الحفظ التوابل ازاي، ان انا لما اعمل ميكس بين التوابل دي كلها تفضل عندي من غير ما ترطب ولا تنشف ولا يجرى لها اي حاجه. بص هجيبه شاشه من اللي بنسوي عليها الكسكسي صغننه، او عندك قماشه مثلا قطن تقدري تحطيها برده، وحطي فيها شويه رز. تمام، هتحطي شويه الرز جوه الشاشه وتربطيهم ربطه محترمه كده زي البقجه الصغننه، وتروحي حطاهم في برطمان التوابل. خلاص بقى انت لا يمكن ان اي حاجه ترطب ولا تنشف ولا بصوا مفيش حاجه تيجي جنبها. فيعني تاكد التوابل مع الرز الشاشه في الرز دي خطيره. ازيك يا نجوى؟ يا نوجا. ايوه ازيك يا نجوى؟ اي ازيك انت عامله ايه؟ عامله ايه؟ وازاي طبيخك الحلو وحاجتك الحلوه كلها؟ حبيبه قلبي حلوه بيكوا انتوا بعيونكم والله. لا والله انت بجد 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 شيف مفيش منك تاني يا يعني رب يخليكي والله انتوا اللي عيونكم حلوه. يا رب يخليكي ما شاء الله ما شاء الله على حاجتك الجميله كلها اللي انت بتعمليها، بصراحه بنجربها ما بيطلعش احسن منها تاني. يا حبيبه قلبي ده انتوا يعني اللي كل حاجه في ايديكم بتبقى حلوه والله، يعني انتوا بس عشان انتوا حلوين. يا رب يا رب يخليك يا رب في كل شيء دايما كده منوره الشاشه يا رب. نورك يا روح قلبي وعلى قمه الشاشه دايما يا حبيبتي، يديكي كل خير. ربنا يكرمك ويفرح قلبك وما تحرمش ابدا من سماع صوتكم ده، والله ده بالدنيا. ربنا يخليك يا رب ودايما في الاحسن والاعلى دايما يا رب دايما ان شاء الله بامر الله. ربنا يوفقك دايما يا رب. طب قولي لي ما عندكيش اي سؤال كده نفسك في حاجه؟ والله نفسنا نشوفك دايما في احسن حال يا رب ونسمع عنك كل خير. ربنا يبارك لك يا رب بصحتك ويديكي كل خير ويخلي لك اولادك كده ويديكي كل صحه وعافيه يا رب. اللهم امين. وشكرا على اكلك الجميل وكل حاجه بتعمليها حلوه. ربنا يخليك حبيبه قلبي. بصوا بصوا عندي توابل لونها وريحتها خطيره دايما. في ناس وده السؤال على فكره ده بيجي لي على الصفحه على طول، يا توته بنعمل اكل بس بيطلع ملوش طعم او بيطلع مثلا ايه ماسخ كده ملوش نكهه ملوش تتبيله حلوه. خلاص بقى نركن الكلام ده كله على جنب وجربوا حلقه التوابل النهارده بجد والله مش هتشتري اي توابل تانية من السوق. احنا بنروح نشتري علبه التوابل شاوي او سمك او الكلام ده بتاع قد كده 30 جنيه، طب ليه لما انا ممكن اروح للعطار اجيب ب 3 جنيه كركم، ب 3 جنيه بابريكا، ب 3 جنيه اي نوع توابل بقى وميكس مع بعض زي ما انا عملت كده واشيله في البرطمان مع الشاشه والرز ويبقى خلاص. يبقى انا عندي ايه؟ اهو شايفين اللون عندي دي تتبيله اهو، هحاول نقفلها اهي. بقى عندي ايه؟ تتبيله الشاورما اهي. تمام نحطها كده. هكمل طبعا دول بس في الفاصل، بس تعالوا نعمل بقى ايه ميكس اللي بعده. نطلع فاصل. طب بقى ميكس حاجه تانية ولا حالا دلوقتي يا سباعي؟ طيب ماشي ماشي خلاص، هناخد بس فاصل سريع ونرجع لكم تاني نكمل بقيه التوابل الروعه بتاعتي ومتاخروش. هناخد فاصل سريع ونرجع لكم جري على طول. رجعنا لكم بعد الفاصل ما غبتش عليك. فتعالوا نشوف بقى اللي بعديه او يعني الوصفه التوابل اللي هنعملها بعدها. توابل السمك دي في حته تانيه خالص، يعني ولا تحطي بقى كمون ولا كزبره لوحده ولا تقعدي بقى تقولي لا ده زاد شويه لا ده نقص شويه لا ده طالع مش متبل ده. خلاص بقى احنا هنركن الموضوع ده على جنب. توابل السمك او بهارات السمك عندي على اي حاجه طالعه من البحر، اي حاجه ليها علاقه بالسي فود تحطي عليها معلقه كبيره عصره ليمون وبس يا ستي بقى عندك الموضوع تمام التمام. تعالوا بقى نميكس على طول. احنا قرينا احنا هنقرا تاني ليه؟ ادي بهارات السمك. اللون اصلا عندي خطير. طيب ما عنديش او ما فيش مكان مثلا معين اجيب منه بقدونس او كرفس او الكلام ده، هتعملي ايه؟ هتجيبي البقدونس او الكزبره او اي حاجه من الحاجات دي تغسليها وتنشفيها كويس جدا ودخليها الميكرويف حوالي دقيقتين بس. اطلع طلعيها افركيها هتلاقيها اتفتفتت معاكي، اديها طحنه كده بايد الهون او باي حاجه عندك وبقت جاهزه عندك بدون اي عناء، ولا تنزلي ولا تروحي ولا تجيبي. يبقى هجيبهم ادخلهم الميكرويف وبس تبقى خلصت. يا سموحه
الشكر يا شيف توتا يا قمر. صباح الورد والهنا، عامله ايه يا روحي؟ يا حته سكر ربنا يخليك يا رب. ايه الجمال اللي انت بتعمليه؟ شوفي انا ماسكه نفسي عايزه اعطس وبحاول ابقى متمالكه. لا لا حلو حلو افكارك بصراحه، يعني الله اكبر عليك. ربنا يفرح قلبك ويكرمك. كنت بالله عليك عايزه خلطه القرنبيط معلش. يا سلام بس كده؟ اه بس دايما ما لناش قرنبيط بقالنا كتير، بس هقول لك المقادير على ما نعملها. والله هو مفيد جدا والله تحفه. لا لا يعني يعني انا فكرتك بيه اهو اهو. جدع جدع يا سموح، عملك اهداء في الحلقه. طب قولي لي انت بتاكليه بس مقلي، ما جربتيش تعمليه بالبشاميل او تعمليه بالطحينه؟ ايوه ايوه حد قال لي بشاميل، بس انا بقى عايزاك انت بقى تقولي لي اعمل ايه. سلام عيوني ليك، يعني انا ما اقدرش بس انت بقيتي زيك زي الناس اللي هنا معانا، بقيتي يعني ضلع اساسي في البرنامج. ربنا يبارك لك يا رب ويخليكي لنا يا شيف توتا، يا رب ويحسن ما بين ايديك يا رب. يا رب ويخليكم ليا ويحسن ما بين ايديكم وتعيشوا وتعملوا كل حاجه حلوه. ربنا يخليكي يا رب يا شيف. ماشي يا شيف توتا، اتفضلي حبيبتي. حبيبه قلبي، مع السلامه. باي روح قلبي. صباح الفل، صباح الهنا. لا ما تهزروش. لا ما تهزروش، ده المكالمة دي مهمة قوي. لا ارجعي كلميني تاني. طيب انا عندي بعمل كده زي ما قلنا، وهحط الشاشة بشوية، كان بودي ان انا احط لكم الشاشة بس ما لقيتش الشاشة للأسف، يعني وانت تجيبها من البيت. فهحط ايه؟ ماشي. حط يا ماما. يا توتة سامعاني يا توتة؟ ازيك يا ماما؟ حبيبة ماما يقعد يعني ايه؟ يعني جاية تتصلي في يوم توابل كده اردحي نعمل بطاية وازاي؟ كل حاجة بتقدميها جميلة يا توتاية. حبيبة قلبي يا ماما. طمنيني عاملة ايه يا حضرتي؟ ازيك وحشاني يا حبيبتي؟ عاملة شوية عندي امبارح يا روح قلبي. ماما كانت عاملة كرومبو وكفتة ومش قادرة اقول لكم بقى، يعني مش قادرة والله من امبارح ما اكلتش. حبيبة قلبي روحي طمنيني عليك يا توتي. بخير والله يا ماما، طول ما انت بخير. يا حبيبتي والله من امبارح وحشتيني. يا روح قلبي ربنا يخليكي ليا ويطول في عمرك وتفضلي دايما كده منورة حياتنا بنورك يا روح قلبي. قناة صدى البلد ومنورين فريق الاعداد وسباعي والمجموعه كلها زي الفل. ما شاء الله عليكم يا توتا، ربنا يخليكي. روح العمل وفريق العمل معاكي زي الفل. ربنا يخليكي يا روح قلبي ويديكي كده يعني طولة العمر وصحة وتفضلي منورة حياتنا كلها. حبيبتي بيكي امبارح يا روح قلبي. يا رب يخليكي. حبيبة ماما يا توتا. ما خلص واكلمك بقى. طب يا روح قلبي ماشي. ماشي يا روح قلبي. تسلم ايديكي يا حبيبتي على كل حاجة بتعمليها. حبيبتي يا ماما. باي باي يا باي 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 باي. توابل واحراج يعني يلا. هنعمل بقى ايه؟ بص احنا عملنا الاولانيه، بص تعالى خلصنا زي ما قلنا كده. ادي بهارات السمك، هتاخدي منها معلقه كبيره على نص كيلو من اي نوع من الاسماك وعصره ليمونه، وعايز شويه زيت حطي، بس طبعا حاله الزيت دي يبقى مش هقلي، ما فيهاش ابدا حاجه هقليها اتبلها او احط فيها زيت نهائي تماما. عندي خلصت، تعالى بقى نشوف اللي بعدها ايه. عندي توابل الشوي، يلا بينا. توابل الشوي دي بقى عايزه تاكلي فراخ مشويه زي بتاعه الحاتي بالظبط، معلقه كبيره كوبايه زبادي شويه زيت صغيرين وبس يا ستي، يبقى عندك احلى توابل شوي. يعني الميكس ده هيغنيكي عن ان انت تروحي كل شويه هتتبلي مثلا، هطلع الفرخه هفضل بقى افتح البرطمان ده اجيب شويه مش عارفه ايه، وافتح البرطمان ده والعلبه دي اجيب شويه ايه. لا ميكس بقى، احنا عايزين ننجز، مش عايزه الموضوع يبقى مرهق كده بقى وزهق نفسي وانا واقفه. ادي اهو شايفين بقى، بصوا لونها عامل ازاي، لونها خطير يعني الريحه اصلا لوحدها خرافه. ناخد اهو وابتدي انزل عندي في البرطمان وبس كده. في ناس بتحفظ التوابل في الثلاجه، بس ده لو انا جايبه كميه، يعني انا الكميه بالنسبه لي دي مش كبيره، حتى يعني البرطمان مش كبير فاقدر اسيبه عادي في المطبخ في حته ما تكونش جنب البوتاجاز، يعني ما تبقاش لازقه في البوتاجاز عشان السخونه. فبالتالي هتعملي كميه من دول خلاص هتقعد معاكي حبه حلوين. عايزه انت بقى مثلا من الناس اللي بتشتري توابل بالكيلو او بالنص من العطار، هتشيليهم في الفريزر او في باب التلاجة افضل عشان لا قدر الله ما تسوست، لان دايما البهارات والتوابل على الصيف بتلاقيها سوست خلاص بقى، وما ينفعش ان بشوف حاجات قصه ايه انخليهم او مش عارفه اطلعيهم. غلط جدا جدا حاجه تسوس وروح نخلاها او الكلام ده، ضررها اكتر من نفعها. يعني البهارات سعرها مش مكلف، فبالتالي يعني غلط جدا انا حاجه تسوس واستخدمها تاني، مش صح ابدا. وادي اهو عندي بهارات الشوي، فاضل عندي توابل التسبيكه. طيب هتاخدوا بالكم بقى انا هعمل ايه، كل لما بيفيد عندي شويه همكسهم هنا عندي على بعض، وفي الاخر هقلب ده كله مع بعض واشيله البرطمان لوحده اتبل بيه اي حاجه، هشوي صدور هشوي كبده هشوي الحاجات دي كلها هعملها مع بعض، لان في الاول والاخر دي توابل. يبقى عندي اللي بعده ايه؟ التسبيكه. التسبيكه دي بقى خطيره مش قادره اقول لكم قد ايه طعمها
تحفه يعني، بتخلي المكرونه حلوه، هتخلي الطبيخ حلو، هتعملي لحمه مع الصاجه خدي منها معلقه هتبقى برضو حلوه قوي. فيعني دي بالذات مختلفه جدا عن اي توابل جربته. هنمكس كده كله مع بعض، يبقى خلاص مش عندي غير توابل الكفته. ولسه وانا في الفاصل كنت قاعده يعني بقلب كده في البوست اللي نزلته على الصفحه، فلقيت بنوته كاتبه عايزه توابل البطاطس. بما ان احنا عملنا النهارده لسه عندي طبعا توابل كبده، وعندي عندي توابل كتيره جدا، توابل البحر يعني، فهنعمل حلقه ان شاء الله فيها توابل البطاطس زي بتاعه المحلات السوري بالظبط. فعشان ايه برضو تعرفوا ان انا متابعاكم. ادي عندي توابل التسبيك، توابل التسبيكه دي بقى بتدي، والصلصه بتتسبك كده على النار، انت شامه ريحه مختلفة يعني، شامة ريحة كده مفحفحة غير أي توابل أنت حطيتيها. كمل كده كل الكلام الحلو ده، يبقى فاضل عندي توابل الكفتة. توابل الكفتة عندي برضو زي ما أنتوا شفتوا سهلة قوي، ما فيهاش حاجة صعبة. وقلنا إزاي نجفف الخضرة لو عندي مش عايزة، ما عندكيش مايكرويف مثلا، تقدري تجففيها بره في الشمس، تحطي كده يعني ورقة زبدة وحطيهم ينشفوا. يا حنان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شفتوت؟ زي حضرتك. الحمد لله يا غالية. عاملة ايه؟ تملي مبتكر كل حاجة جديدة. يا ربنا يكرمك، والله انتوا اللي شايفين كده والله. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. ربنا يفرح قلبك ويكرمك. ربنا يخليكم. بصي بقى، أنا عايزاكي تجربي توابل التسبيكة دي ضروري. دي أهم حاجة في الموضوع كله. أكيد طبعا هجرب كل حاجة إن شاء الله تجربيها وتطلع زي الفل. ما بين إيديكي دايما يا توتة. يا رب، اللهم آمين. إحنا وإنت يا رب. إنت عاملة إيه حبيبتي وإزاي الصف كله وكل اللي عندك؟ كلهم بيسلموا عليكي. ربنا يبارك لنا فيك. ربنا يفرح قلبك. منورة الشاشة يا توتة. بنورك يا روحي. يا رب يكرمك ويعني ويجزيكي كل خير. الله يبارك لي فيك يا رب. يا رب، اللهم آمين. حبيبتي يا حبيبتي. صباحك هنا وسعيدة. كفتة بقى. عارفين لما بنيجي نروح نشتري مثلا من السوبر ماركت كيس توابل الكفتة، أنا شامة ريحة دي دلوقتي. يعني انا مش شامه ريحه التوابل على قد ما انا شامه الكيس اللي احنا بنشتريه، مستعجلين وعايزين نتبل الكفته. خلاص انا عندي الموضوع ده تمام، نص كيلو اللحمه هاخد منه معلقه كبيره واظبط الملح وبس، عندي يبقى عندي احلى توابل كفته انا عاملاها على ايدي. طبعا لو كان عندي وقت كنت كمان خدت البهارات صحيحه وحمصتها على النار، اديتها تشويحه تبتدي تطلع الريحه كده وتسخن، واديها طحنه كل حاجه على حده، بس ده كنا عايزين ثلاث حلقات يعني مش حلقه واحده. ف يعني الموضوع سهل جدا وبسيط. ممكن حد يشوف احنا طالعين حلقه كامله عشان توابل. في ناس بتبقى مهتمه جدا بالحلقات دي، بدليل ان انا ما عملتش الحلقه دي كده غير لما نزلت لكم سؤال على الصفحه، وحبايبي اللي متابعيني على الفيسبوك مطبخ توته مراد هم اللي قالوا يا ريت يا توته تعملي حلقه عن التوابل، فلقيت في تشجيع حلو لان في ناس بتحب جدا الحلقات دي. وهنعمل برضو عشان في بنوته طلبت مني التفريزات، هنعملها ان شاء الله عشان رمضان. ربنا يا رب يعني يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ونفضل كده احلى صحبه واحلى ناس في الدنيا. وبس خلاص، شفتي يا استاذ بقى انجزنا ازاي؟ المعلقه الصغننه دي بصراحه انجزت اهو. عندي توابل الكفته، يبقى عملنا ايه مع بعض؟ نجيلكم بقى هنا. عملنا توابل الشاورما، وعملنا السمك الشوي، التسبيكه، توابل الكفته. خلاص مفيش بقى حجه بعد كده حد يقول لي الاكل بيطلع مش مظبوط، الاكل بيطلع مش عارفه ايه. لا، الموضوع والله سهل جدا وبسيط، مفيش اي حاجه صعبه ولا في حاجه معضله. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واكون افدتكم كده واتكلمنا ورغينا شويه مع بعض. طبعا كل حاجه تنزل على صفحتي بالتفصيل وعلى انستجرام واي بلاتفورم بنزل عليها شغلي. وهناخد بقى فاصل سريع ونرجع لكم على طول. طبعا فقراتي ما خلصتش، بس فاصل ونرجع لكم جري على طول.